بنسمع عن صفقات خاسرة وصفقات تانية رابحة، بس في نوع من الصفقات بتسمى بالصفقات الغبية. علمونا واحنا صغيرين مقولة شهيرة بتقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. معقولة ان المقولة دي بتطبق في عالم السياسة؟ السلام عليكم. عقوبات فرضتها أمريكا على الصناعات العسكرية في تركيا. قبل ما نتكلم على العقوبات دي وأسبابها وخلفيتها، يا ترى لسه فاكرين موضوع خاشقجي؟ اللي فاكر موضوع خاشقجي المفروض إنه فاكر مقدار ما سعت إليه تركيا من أجل تدويل هذا الموضوع وتأجيجه، بالرغم من إنها قضية مقتل سعودي على أرض سعودية على إيد سعوديين. ومن الحاجات اللي سعى ليها الرئيس التركي أردوغان بنفسه ولحد دلوقتي لسه بيسعى ليها بخصوص القضية دي، هي فرض عقوبات أمريكية على السعودية وعلى قيادات سعودية، وعلى رأس القيادات دي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. والعقوبات اللي سعى ليها أردوغان علشان يتم فرضها على السعودية بسبب خاشقجي كانت بتشمل حرمان السعودية من صفقات السلاح الأمريكية، أو الحصول كمان على أي تكنولوجيا دفاعية متطورة من أمريكا وكمان أوروبا، كمان عقوبات اقتصادية وفرض عزلة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأهداف أردوغان من ده كتير جدا ومتعددة، أولها وأهمها هو الإضرار بالسعودية وخططها المستقبلية اللي بتسعى لتطوير الجيش والاقتصاد والسياحة وعدم الاعتماد بس على البترول، والخطط دي هي لب رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أما لب رغبة أردوغان الإضرار بولي العهد السعودي فهو القضاء على الخطط المستقبلية دي اللي حطها محمد بن سلمان واللي بالفعل بدأ ينفذها، وبدأت نتائجها كمان تظهر بشكل جلي وواضح. رغبة أردوغان بتكمن في إن تحول المملكة العربية السعودية لدولة منتجة غير معتمدة بس على البترول، وتحولها لدولة بتمتلك جيش متطور ومسلح بتقنيات عسكرية عالية، التحول ده هيضر برغبات وطموحات بل أطماع أردوغان في المنطقة العربية. فالرئيس التركي ولا يخفى على أحد بيطمح في السيطرة على الدول العربية، والأهم من ده السيطرة على الحرمين الشريفين، ظنا منه أنه من خلال سيطرته عليها سيحظى هو بقدسية شرعية دينية يستطيع من خلالها تنصيب نفسه سلطان على المسلمين. علشان كده خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تخلي الدولة السعودية في موقف قوي عسكريا، بينما أردوغان عايزها دولة ضعيفة عسكريا ليتسنى له التدخل فيها. وكمان خطط الأمير محمد بن سلمان من الناحية الاقتصادية بتعطي المملكة العربية السعودية زخما تنافسيا للمنتجات التركية اللي أغرق بيها أردوغان الأسواق العربية وأسواق المملكة. فأردوغان عايز السعودية تكون دولة مستهلكة، تفضل مستهلكة، تبيع البترول وبفلوس البترول تشتري حاجتها من كل الدول وعلى رأسها تركيا. لذلك ومن أجل ذلك سعى الرئيس التركي أردوغان لوقف رؤية الأمير محمد بن سلمان، بل سعى للقضاء عليها وعلى صاحبها ايضا، وظن انه وجد ضلته في قضيه خاشقجي، فقرر استغلالها لاسقاط الامير محمد بن سلمان وبالتالي اسقاط رؤيته العسكريه والاقتصاديه والسياسيه المستقبليه. فلم يترك مكان في العالم الا وذهب اليه وارسل اليه وزير خارجيته محقدا على السعوديه وعلى شخص ولي العهد السعودي تحديدا، بالاضافه طبعا للتحريض الاعلامي اللي مارسته تركيا بتمويل قطري سخي جدا، فاشتروا اعمده وصفحات في صحف عالميه واوقات في قنوات اخباريه عالميه وخصصوها للهجوم تشويه السعودية وتشويه الأمير محمد بن سلمان تحديدا. ولكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سبحان الله. ففي الوقت اللي كان بيسعى فيه أردوغان ويخطط لإضعاف السعودية عسكريا واقتصاديا مستغلا قضية خاشقجي، كان أردوغان وبيده لا بيد عمرو، بيده هو ورط نفسه في صفقة غبية مع بوتين رئيس روسيا. ففي الوقت اللي ظن فيه أردوغان إنه ذكي باستغلاله لقضية خاشقجي، كان الرئيس الروسي بوتين بيمارس عملية استغباء على أردوغان، وقدر إن هو يقنعه، أو بمعنى أدق قدر إنه يضحك عليه ويبيع له منظومة S-400 الدفاعية. بوتين كان بيسعى من خلال إدخال منظومة S-400 الدفاعية لتركيا إلى تمكين رادارات هذه المنظومة من التقاط شفرات طائرات الناتو، وخصوصا الطائرات الأمريكية الحديثة. ومن المعروف أن تركيا مليانة بالقواعد الجوية العسكرية التابعة لحلف الناتو، بالإضافة للقواعد الأمريكية الخالصة طبعا. أما أردوغان ففكر أنه لما يعمل الصفقة الغبية دي مع روسيا أنه يقدر يساوم الأمريكان وحلف الناتو عليها، وبالتالي الأمريكان يقولوا بقى مهرولين طائعين ملبين له ولغرباته، ويوافقوا له على رغباته في التوسع في الشرق الاوسط، معتمد على مكانه تركيا لدى الغرب ولدى حلف الناتو باعتبارها شريكه مهمه جدا. ولكن ولانها صفقه غبيه فعلا، والامريكان مش سذج علشان يغامروا بمستقبل اهم سلاح عندهم وهو طيارات F-35 المتطوره، فتم حرمان تركيا من هذه الطائرات، بالاضافه لاقرار عقوبات اضافيه على الصناعات العسكريه التركيه، عقوبات هتؤثر على الاقتصاد التركي والليره التركيه طبعا، ناهيك عن كونها هتؤثر على عقود توريد تركيا لبعض صفقات التسليح اللي ارتبطت
بيها مع دول تانية. وخلاصة الكلام يا سادة يا كرام، الحفرة اللي أردوغان حفرها للمملكة العربية السعودية سقط هو فيها، وسقط فيها بسبب عنجهيته وصلفه وغروره وتكبره. أردوغان وصل لمرحلة فكر فيها إن أي حاجة هيعملها هي الصح، وأي حاجة غير كده تبقى غلط. فبينما الشعب التركي بيعاني الأمرين من ضيق الحال وانهيار الاقتصاد والبطالة والتضخم، أردوغان بيسعى فقط لتحقيق أطماعه الغير مشروعة في دول الجوار. ويا سبحان الله، أرادها عقوبات على السعودية فكانت عقوبات عليه هو وبيده هو. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.